السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نقدم لكم واحد درس سهل وفي نفس الوقت تيجي أنيق. أول حاجة غادي نديروها هي الحبكة. أول حاجة تنضربو هنا في الثوب. أنا الدرس سبق لي وضعته ولكن ما كاين باس نعاودو. فهنا رجعوا الخيط في هذا الاتجاه وخدموا هذه، هنا غيولي عندكم هذا الشكل. هذا الشكل هو اللي تنكونوا عليه الدرس. من بعد دوروا الخيط في هذا الاتجاه، نضربوا في الثوب، فهنا تكونت عندنا غرزه. فهنا ندوروا الخيط في هذا الاتجاه، هذا الاتجاه هذا. نحن دابا هنا غادي نحبكوا، فنرجعوا في وسط هذا العين اللي حنا كوناها او الغرزه اللي حنا كوناها. فهنا من بعد ما كملنا الحبكه نخليو هاد الحبكه الاولى، الحبكه الثانيه، ونجيو للحبكه الثالثه. تابعوا معايا هنا مزيان. انا استعملت الخيط هنا على ثلاثه شعرات. فاول حاجه نديروها هي نثبتوا الخيط، نرجعوا نثبتوه كذلك في الحبكه اللي حداها. فهنا نجرو الخيط، ثبتنا هذه، نرجعوا لهاد العوينه اللي حنا كوناها ونلويو الخيط على جوج او على ثلاثه. يعني هنا عندكم حريه الاختيار، كل واحد هنا كيفاش كيخدم. خليو الخيط في هذا الاتجاه هذا ونرجعوا نضربوا هنا في الوسط. هنا تكونات عندنا واحد غريزه. نثبتوا هنا هاد الطريسه الصغيره مزيان، رجعوا لهنا لحداها. فهنا نرجعوا لهادي، نرجعوا لهنا ونلويو الخيط كذلك على جوج اللويات، ونرجعوا لهذا الراس، هذا الراس هنا، ونلويو على جوج اللويات. وغادي نستمروا في الخدمه. هنا نرجعوا نخدموا عادي، الخيط غيكون في هذا الاتجاه. نرجعوا لهذه الغريزه هنا، فهنا غادي نرجعوا لهذه الغريزه هذه. نتابعوا الخيط في الاتجاه ديال الخيط. فهنا نرجعوا نضربوا هنا، هنا واحد اثنين. نجيو هنا لهاد الحبكه هذه، يعني هنا في هاد البلاصه هذه، نلويو الخيط وغنجيو لهاد اللي حداها هنا، لويو الخيط. يعني هنا واحد اثنان ثلاثة، ثلاثة غتجينا في هذا الراس. في الرجعة اللي غادي نرجعو غنديرو أربعة خمسة ستة. يعني هنا كل وحدة دير الهرم اللي على اللي بغات هي. يعني بغات دير هنا، أنا ندير على أربعة وانتوما خدمو اللي بغيتو. هنا عندنا واحد اثنان ثلاثة، نجيو هنا فنبداو من هنا. نتابعوا هنا مزيان، هنا سدينا الهرم في هذا. غنجيو واحد واحد اثنان، فهنا وضعنا واحد اثنان. غنجيو لهاد الثالثه وغنخدموا عليها الهرم، نخدموا عليها الهرم من جديد في الثالثه. تذكروا معايا هنا مزيان. فغنبداو الهرم بنفس الطريقه. انا هنا غادي نخدمو، غنجي لهنا نثبت الخيط. هنا الخيط عندي مبروم على ثلاثه شعرات. فاول حاجه احنا ثبتنا هنايا الخيط. فهنا الا انتبهتوا معايا غتلقاو هنا واحد
اثنان ثلاثة أربعة، لأن هذا الهرم يعني مخدوم على أربعة، فغنخليو الأولى وغنجيو لهنا الثانية هي اللي غادي نخدمو عليها. هنا ما تزيروش الخيط وما ترخفوش في نفس الوقت، وغنرجعو كذلك هنا باش يجي هاد الخدمة تجي يعني شادة في راسها، فغنرجعو نخدمو هنا عادي، غنحبكو هنا عادي، دائما رجعوا لهاد النقطة هذه وجمعوا هاد، دوروا الخيط في هاد الاتجاه، خيط في الاتجاه ديالنا، واستمروا حتى تعمروا هاد، استمروا يعني حتى تبان لكم هاد نصف دائرة عمرات. فهنا احنا حبكناها كاملة يعني عمرات عمرات. نجيو لهاد الغريزه اللي حداها، هذه هي الغرزه الثالثه. هنا اللي اول مره غتخدمها تحسب، خصوصا المبتدئات هاد الخدمه سهله وبسيطه. لوي وجوج تلويات، لويات نرجعوا الخيط في هذا الاتجاه ونجيو لهنا لهاد النقطه اللي هنا تكونات عندنا. احنا هنا درنا دريسه صغيره، نجيو للراس، الراس ديال المثلث، يعني هنا الغرزه الرابعه هذه. كما قلت لكم هنا حسبوا عدد الغرز، ممكن انكم تخدموا هرم يعني على خمسه الغرزات او غير ثلاثه، هنا ماشي ضروري انكم تخدموا يعني كما انا خدمت ربعات وما تخدموا ربعه، كل وحده دير الخدمه اللي عجباتها. هنا رجعوا لهاد النقطه هذه، لويوا الخيط على جوج تلويات ونرجعو هاد الفراغ نخدمو عليه. فنرجعو نضربو هنا، الى ركزتو معايا هذا هو الراس ديال المثلث، يعني هو رقم واحد، رقم اثنان، هذا هو رقم ثلاثة، رقم ثلاثة هو اللي بدينا به هذيك النصف دائرة، هاد النصف دائرة بديناه في الرقم ثلاثة، فغنجيو هنا نجي في نفس الخط، نخلي هنا هاد النهاية ديال المثلث وغنجي لهادي اللي حداها. طبيعة الحال هنا ما غندوش الحبكه من هنا، غنبداوها من هنا، يعني نرجعو نضوبلو هنا الخيط، نضوبلو باش ان احنا نقدروا نستمروا، فنحبكو هنا عادي، نرجعو الخيط ونرجعو لهاد الفراغ، الفراغ اللي تكون عندنا هنا، هنا ضربناه هنا، فغنجيو هنا غنبداو نحسبو. هنا الا مبغاتوش تحسبو من الاسفل حسبو من الاعلى، واحد اثنان ثلاثة، هاد النقطة الثالثة هي اللي غتخدمو فيها. هادي بقى أنا نرجعو نفس هاد الفراغ هذا، وغادي نستمرو بنفس الطريقة، غنحبكو هنايا. فهنا أنا غندير واحد دريسات صغار فوق من هاد الحبكة اللي حنا حبكنا، فنرجعو لهنا، لويو جوج تلويات، نثبتوه هنا مزيان ونرجعوا لهاد النقطه هذه، ونخدموا نكملوا. فنرجعوا هنا لويو جوج تلويات، نزيروا هاد الدرسه مزيان ونكملوا الخدمه. بغيتو ترجعوا تخدموا هاد الديكور اللي انا خدمت من الفوق، غيعطيها جماليه اكثر. يعني فهنا انا هاد الخيط قاعده، غنجي لهاد الراس هذا وغنركب هاد الخيط الجديد، ولكن ما نقطعش هذا حتى نثبتو مزيان، يعني حتى نتاكد انه وصافي ولا ثابت، عاد غادي نحيدو هاد الخيط هذا. فهنا نرجع نخدم في هاد المكان هذا، لوي جوج تلويات ونجر، وفي نفس الوقت شوفوا انا كنجر في هذا وتنجر في هذا باش يجيني هنا ثابت، لانه هو ما، فنرجع لهاد النقطه
وغنجي للدرايسه اللي حداها، غنبقاو هنا غادي نخدامين فوق من هادوك الدرسات اللي درنا باللون الزرق غنخدموهم. وهنا كما قلت لكم هاد الخيط في نفس الوقت حنا كنثبتو فيه، فهنا انا خدمت بهذا الخيط وبالخيط الاخر لوي وجوج تلويات غنخدمو هنا، والخيط الاخر تيثبت حتى نتاكدوا انه صافي يعني ثبت مزيان، عاد غادي نقطعوه. فنجيو كذلك لهاد الراس ديال هاد المثلث، هاد الدريسه اللي درنا في الاول. وكما قلت لكم انا مازال هنا مقطعتش الخيط حتى نثبتو مزيان لوي جوج تلويات، فهنا نجرو نرجعو لهنا لهاد النقطة هادي، وغادي نستمرو يعني من هنا نجيو لهاد الراس هذا، وغنديرو نفس الطريقة يعني غنبقاو غادي خدامين، غنبقاو غادي حتى نعمرو هاد الخدمة هادي تبان لينا عمرات. فهنا هذا هو الشكل النهائي ديالها، كنتمنى ان هذا الشكل ينال الاعجاب ديالكم. كم متبخلوش علينا بالضغط على زر الاعجاب، مشاركة الفيديو، اي تساؤل وضعوه في التعاليق.